ويانا اتصال أحمد من بغداد. الو، السلام عليكم. أهلا وسهلا أحمد، حياك الله. أهلا يعني وسهلا ست بك. ساره، نعم بالنسبه للبيئه يعني هي مو بس منقاط، يعني مثلا على عاتق الحكومه او وزاره أكيد البيئه، أكيد، إحنا اليوم بدنا نتحدث بكل الجوانب. كل الجوانب. هي يعني هي جزء يتحملها المواطن اللي هو مثلا يتحملها، هو الحكومه، وجزء كبير اللي هو ساهم بتدمير البيئه العراقيه هو الحروب اللي صارت عندنا. يعني صح صح عندنا يورانيوم، البيئه مالتنا ملوثه باليورانيوم. يعني نعم ماكو مثلا هاي مثلا وزاره البيئه تخاطب مساعده من قبل الامريكان، انه الامريكان صار عندنا تلوث في البصره، عندنا حالات من السرطانات صح يعني فظيعه. يعني اهل البصره يعانون من مرض السرطان، والمناطق اللي شهدت حروب اللي هي مناطق اطراف موصل والانبار، نعم هواي حالات عندنا نعم من تشوهات تلوث وامراض كبير سرطانيه، جدا. يعني اثرت على البيئه. البيئه ملوثه، البيئه خطره جدا على الناس. زين هذول أخ الناس أحمد، اللي كلامك أول شيء أنا سعيدة جدا بثقافتك بهذا الشأن، هاي نقطة. والنقطة الثانية، إحنا نحتاج إلى دعم من منظمات عالمية من أجل الحفاظ طبعا على تلوث، عفوا، معالجة التلوث البيئي. صحيح. فاحنا حتى على مستوى يعني مسؤوليه، مثلا مسؤوليه الولايات المتحده، ما انشات مستشفى بالعراق تعالج الامراض السرطان، ما نزل ما يعني ما ارسلت مستشفى باسم نعم يعني خلينا نقول معيب عليهم، انه اذا المفروض يسوون اكبر مستشفى موجوده تضاهي حجمها حجم السفاره اللي موجوده ببغداد. المفروض يسوون مستشفى حتى يعالجون هاي الامراض السرطانيه. يعني بيئتنا ملوثه، ممكن واليوم يكون موضوعكم بالتعاون مع جدا مهم وزارة اليوم. البيئة، ممكن بالتعاون مع نعم نعم وزارة البيئة ووزارة الصحة، نعم يعني بنسر تعاون بيناتهم تحصل هناك الكثير من الإنجازات. صح نعم كلامك طبعا، صح. لان هذا التلوث محسوب على الفئات المتحاربه، يتحملوها، يتحملون جزء من هاي الامراض اللي منتشره عندنا، جزء كبير هم. لان احنا كل التقارير واطباء ومستشفيات وتقارير سابقه بزمن النظام السابق والنظام الحالي، التلوث عندنا تلوث خطر، بيئه خطره. اما باقي مثلا نحكي، احنا من نجي نقول من نجي ناخذ المشكله ونحلها من جزء بسيط، يا ازرع لك شجره يا اخي، اوكي ازرع الشجره، زين المي مين توفر لها؟ يعني احنا نجيب كل يوميه يطلعون شباب، والله زرعنا هلقى شجره، يا اخي انت موفر لها مي؟ هي حاله الاستدامه لها مو مناخ موجوده؟ العراق يعني متغير، فبالتالي بفصل الصيف هاي حتموت الشجرة، غير اكو راح خطط. تموت. طبعا طبعا، احنا الرئه مثلا شوفي هسه بعض المدن هسه اللي موجوده، انه لازم تكون لها في كل منطقه يصير لها رئه، الرئه لهذه المنطقه هي يكون بارك كبير متنفس للناس، ويتحول هذا احادي اكسيد الكربون الى ثاني شو اسمه، الى ثاني اكسيد الكربون، الناس اللي نعم من خلال الغاء نعم والغاء الاشجار اللي موجود بالباركات اللي صح موجوده. فلازم تكون اكو خطط على مستوى وزاره التخطيط، والتخطيط العمراني للمدن المنشأة حديثة، او احنا ها نشوف كلها تجاوزات نعم خط زراعي قام يحوله الى مدينة، وراحت حتى المدن، حتى الرئة المحيطة بمدينة بغداد قامت تتحول للأسف للأسف الى ابنية واسمنت واسفلت وتسخين وعامل تسخين وازدحام بالسيارات حتى الاحتباس ويعني الحراري اللي يحصل خصوصا في فصل الصيف، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمواطن أصبحت.